عن خير الخلق أحدثكم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أشرف الناس نسبا وأوسطهم خلقا وأخلدهم ذكرا كل ما اتصل بالنبي خالد فها هم الشعراء يروحون على طرق البيان منذ فجر التاريخ يراودون ألفاظهم مدحا له فخلدوا بخلود ذكره فهذا البوصري ما زال قوله يطرق أسماع الزمان محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وما تقلد شوقي إمارة الشعر إلا بقوله لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم علقت من مدحه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم صلى الله عليك يا عالم الهدى وجمعنا بك في الفردوس على سرر متقابلين.